بعد أسرة مدرسة سان جوزيف الدولية الخاصة للغات أن تقدم لكم هذا الفيديو التعليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع موعد جديد مع لغتنا الشاعرة اللغة العربية. فرحنا النهاردة يا أولاد القصة الفصل الخامس في فرنسا من قصة علي مبارك. أراد الله أن يكافئ هذا التلميذ اللي هو علي مبارك يا أولاد على جده واجتهاده. ففي عام 1265 من الهجرة أراد الخديوي محمد علي أن يرسل أنجاله إلى فرنسا، أنجاله يعني أحفاده وأولاده، ليتم تعليمهم فيها، ورأى أن يرافقهم بعض من نجباء مدرسة المهندس خان. قال لما أبعت معاهم شوية أولاد شطار من طلاب مدرسة المهندس خان. وكان علي مبارك من بين الذين وقع عليهم الاختيار، وحاول ناظر المدرسة والمعلمين أن يلحوا على علي مبارك في البقاء وعدم السفر، لكن علي مبارك كان يعرف قيمة هذا السفر وما سيجني من ورائه لنفسه ومستقبله. فسافر مع 70 تلميذا، فتحت لهم مدرسة خاصة في فرنسا، وخصص لكل واحد منهم جنيهين في الشهر. فكان علي مبارك يرسل إلى أهله نصف مرتبه اللي هو جنيه في نهاية كل شهر. لكن يا أولاد قبلت علي مبارك لما سافر فرنسا عقبة كبيرة جدا جدا جدا. إيه هي العقبة دي؟ إنه ما بيعرفش يتكلم لغة فرنسية، والتي كانوا يدرسون بها هناك. طب هيذاكر إزاي؟ وهيشوف دروسه إزاي وهو مش عارف اللغة الفرنسية؟ فتغلب علي مبارك على هذه العقبة يا أولاد بأنه أحضر كتابا فرنسيا من كتب الأطفال اللي بيعلم الأطفال اللغة الفرنسية، وعكف عليه حتى تم له ما أراد. فضل يذاكر فيه لحد ما أجاد فعلا اللغة العربية، آسف، اللغة الفرنسية. وبعدين ابتدى يذاكر دروس كويس جدا باللغة الفرنسية لحد ما نجح بتفوق. ولما أتم دراسته بفرنسا اختير مع زميلين له لدراسة المدفعية. بعد ما نجح في فرنسا وحصل على الشهادة الكبيرة هناك في الهندسة، طبعا نظرا لتفوقه قعد هو واثنين من زميله عشان يكملوا دراسة المدفعية. يعني ايه المدفعية؟ يعني القتال بالمدافع في احدى كليات فرنسا. وبعد عامين التحق الثلاثة بفرقة المهندسين في الجيش. ولما مات ابراهيم باشا يا اولاد ابن محمد علي، ضاعت فرصة كبيرة على علي مبارك. كان سيتزود بمعرفة واسعة للبلاد الاوروبية، لان خلاص ابراهيم باشا هو اللي كان بيخليهم يكملوا الدراسة دي. فلما مات طبعا الخديوي اللي جه بعده ما اردش ان هم يكملوا اللي هو عباس، فنزلهم من فرنسا وقال لهم يجوا لمصر. ولما تولى عباس الاول البلاد امر بعودة علي مبارك وزملائه الى مصر، وقام بمنح علي مبارك رتبة اليوسباشي الاول، وعينه مدرسا بمدرسة طرة. طبعا علي مبارك يا اولاد لما جه وتعين في مدرسة طرة، كان اول ما قام به علي مبارك بعد تعيينه ان تزوج ابنة استاذه في الرسم اللي كان بيدرس له الرسم الهندسي، اللي كان بيديله الرسم الهندسي في مدرسة ابو زعبل، وكان قد توفى وتركها فقيرة. طبعا هو عشان يرد الجميل لاستاذه مش هيروح يديهم فلوس، فتزوج بنته لأنها كانت بنت كويسة جدا،
فهو قال انا اتجوزها في نفس الوقت اساعد ايه اهلها، فانا في اللحظة دي هكون ايه يعني، مش هتبان ان هي الموضوع ايه ان هو احسان او شيء من ده، لان طبعا هي اصبحت زوجته، فهيقدر يساعدهم بكل يعني بكل راحة وبكل طمأنينة، ومش هيبان ان هو بيتفضل عليهم. عشان كده هو تزوج من ابنة استاذه عشان يرد الجميل لاستاذه، وما بيقلهمش ان هو بيحسن ايه عليهم. ثم ذهب لزيارة اهله في برنبال، رجع بقى بعد 14 سنة. طبعا كانت المدرسة دي بتحرم الاولاد من الناس، وبتحرمهم من ان هم يشوفوا قرايبهم لمدة 14 سنة. رجع برنبال، وكان علي مبارك لم يقم بزيارة اهله منذ 14 سنة، ففرحت امه بزيارته طبعا فرح كبير جدا. وكذلك اخوته وجيرانه. ثم بعد ذلك طبعا ذهب الى الاسكندرية لمقابلة جاليس بيك. طبعا هو لما دخل على امه، امه كانت فرحانة جدا وقعدت تضحك وتزغرت طيب وتبكي، لانها ما شافتوش من 14 سنة وهو كان اصغر اطفالها. طبعا ادى امه عملة ذهبية جابت بيها وليمة، واكلته واكلت الناس اللي جايين يسلموا عليه. لما راح يشوف جاليس بيك وسليمان باشا، وبينما هو جالس معهم إذا بمكتوب يعني رسالة جاية بالإشارة من عباس باشا تطلب علي مبارك فورا. يا هل ترى هيبقى عباس عايز علي مبارك ليه؟ ده اللي هنشوفه الفصل الجاي إن شاء الله. لماذا تطلع علي مبارك للسفر إلى فرنسا؟ بنقول لا يتزود منها خير زاد من العلم والمعرفة، ويحقق طموحه الذي لازمه منذ صغره. إلى أين شد علي مبارك الرحال وماذا تمنى؟ طبعا شد الرحال علي مبارك لفرنسا، وتمنى أن يجد شيئا يعود به إلى بلده وينفع به أمته. بما اشتهرت أوروبا في ذلك الوقت؟ طبعا اشتهرت أوروبا في ذلك الوقت بأنه ذاع صيت حضارتها ومدارسها وعلومها. لماذا كافأ الله عليا وساعده ليسافر لهذه البعثة؟ طبعا كافئه عشان جده واجتهاده وأخلاقه الفاضلة ورغبته في خدمة وطنه، وأيضا لبره بوالديه وأهله. من رشح علي للسفر ولماذا؟ طبعا اللي رشحه محمد علي لأنه أراد أن يرسل أنجاله لفرنسا ليتم تعليمهم، ورأى أن من يرافقهم في سفرهم بعض من نجباء مدرسة المهندس خانة، ومنهم علي مبارك. طيب يا أولاد، لماذا قلنا لماذا تطلع علي مبارك للسفر إلى فرنسا؟ قلنا ليتزود منها خير زاد من العلم والمعرفة، يحقق طموحه الذي لازمه منذ صغره. إلى أين شد علي مبارك الرحال وماذا تمنى؟ قلنا شد الرحال لفرنسا وأوروبا، وتمنى أن يجد شيئا يعود به إلى بلده وينفع به أمته. بما اشتهرت أوروبا في ذلك الوقت، قلنا ذاع صيت حضارتها يعني شهرة حضارتها ومدارسها وعلومها. لماذا كافأ الله عليا وساعده ليسافر لهذه البعثة؟ قلنا لجده واجتهاده وأخلاقه الفاضلة ورغبته في خدمة وطنه وبره بوالديه وأهله. قلنا من الذي رشح علي للسفر ولماذا؟ قلنا رشحه محمد علي عام 1265 هجرية، لأنه أراد أن يرسل أنجاله لفرنسا. قلنا لأنه أراد أن يرسل أنجله لفرنسا ليتم تعليمهم، ورأى أن يرافقهم في سفرهم بعض نجباء مدرسة المهندس خانة، ومنهم علي مبارك. بنكمل الأسئلة يا أولاد، وبنقول ما موقف معلمي المدرسة من بعثة علي مبارك؟ طبعا المدرسين أخذوا يلحون عليه في البقاء ويحسنونه له بكل الطرق. سن 7 أوشك علي مبارك أن يطاوع معلميه في البقاء، فلماذا؟ طبعا لأن أهله فقراء ويعطيهم مرتبه، وإذا سافر انقطع عنهم ذلك المدد، فعشان كده مش
فكر انه ما يسافرش. طب بما اغرى نظر المدرسة علي مبارك ليرفض هذه البعثة ولماذا؟ طبعا اكد له انه اذا بقى نال رتبة المعلم وراتبه، واذا سافر سيظل تلميذا، وحببه في رفض السفر لانه يعرف كفاءته وقدرته على التعليم، واراد ان يبقيه ليكون من بين معلميها. سين تسعة، ما رأي علي مبارك الذي استقر عليه ولماذا؟ طبعا احنا عارفين حب علي مبارك للعلم، ابعد عن رأسه فكرة البقاء وقرر السفر لانه يعرف قيمة السفر وما سيجنيه من ورائه لمستقبله ولأمته، ولما في الرحلة من ربح كبير من العلم والثقافة. سين عشرة، كيف كان علي مبارك برا بأسرته وأهله؟ دلل على ذلك. بنقول طبعا انه كان يعطي اهله نصف راتبه من البعثة، وكان يقوم بتربية اخ له واخت صغيرين. ما الصعاب التي واجهها علي مبارك في البعثة وكيف تغلب عليها؟ طبعا حبايب الشطار عارفين ان المدرسين كانوا يلقون الدروس باللغة الفرنسية، فطبعا علي مبارك كان لا يعرف اللغة الفرنسية، ورفض زملائه ممن يعرفون اللغة الفرنسية مساعدته. طبعا وده يعني سلوك مش حلو خالص، ان اللي يبقى عارف حاجة يبخل بيها عن زملائه. وتغلب عليها بأن أحضر كتابا من فرنسيا من كتب الأطفال، وانكب عليه يحفظه، ودخل انكب عليه يعني عكف عليه أو ظل عليه يحفظه، ودخل الامتحان واجتازه بتفوق. ما الأمر الذي أصدره الختاوي لتلاميذ البعثة ولماذا؟ طبعا أمر الذين لا يظهرون الطاعة، لأن الولاد اعترضوا هناك لأن مش فاهمين حاجة باللغة الفرنسية. فالختاوي اللي هو محمد علي قال اللي مش هيسمع الكلام تتحط إيده في الحديد، في قيود من حديد، ويعادون سريعا إلى مصر لأنهم امتنعوا عن الدراسة لعدم فهمهم الدروس. لماذا بخل الطلاب أن يعلموا إخوانهم؟ طبعا الأنانية، ليكونوا هم المتفوقون دون غيرهم. طيب ما موقف المشرفين على البعثة من هذه المشكلة؟ طبعا أمروا من يعرفون الفرنسية من الطلاب أن يعاونوا من لا يعرفونها، ولكنهم رفضوا مساعدتهم وحبسوا من امتنع عن الدراسة وأرسلوا بشأنهم لمحمد علي. ما الدليل على مهارة علي مبارك الفائقة؟ وما التقدير الذي حصل عليه؟ وما المكافأة التي حصل عليها؟ طبعا الدليل على مهارته أنه اجتاز الامتحان بتفوق وكان أول المبعوثين، حصل على الجائزة التي خصصت للمتفوقين، وبعد أن أتم دراسته في باريس اختير لدراسة المدفعية والهندسة الحربية بإحدى كليات فرنسا، ومنح رتبة ملازم ثان. لماذا اختير علي مبارك لدراسة المدفعية والهندسة الحربية؟ وماذا نتج عن إجادته لها؟ لأنه أظهر مهارة فائقة في دراسته وكان موضعا للتقدير، ونتج عن إجادته لها أن نال الإعجاب الشديد من الجميع، والتحق بفرقة المهندسين بالجيش مع اثنين من زملائه. سين 17، لم تتم فرحة علي مبارك بالرغم من تفوقه، وضح. طبعا لأن إبراهيم أراد أن يزود المبعوثين بمعرفة أوسع للبلاد الأوروبية ليروا ما فيها من نهضة وتقدم، ووضع لهم برنامجا للزيارة، ففرح علي مبارك، ولكن فرحته لم تدم لوفاة إبراهيم ابن محمد علي، وضيع هذه الفرصة، وتولى طبعا عباس حلمي الأول بعده، فأمر علي وزملائه بالعودة لمصر وضاعت الفرصة. ممكن نكتب لموت صاحب الفرصة، يبقى كده أجبنا بدل الإجابة الطويلة دي. ما حال علي مبارك وهو عائد إلى مصر ولماذا؟ طيب كان شديد الألم لضياع الفرصة الطيبة دي في التعليم. ما أول عمل قام به علي مبارك بعد تعيينه مدرسا ولماذا؟ طبعا يا ولاد الأسئلة دي بتوضح كل صغيرة وكبيرة في الفصل. طبعا اتزوج من ابنة أستاذه في الرسم
في مدرسة أبو زعبل اللي كان بيعلمه الرسم الهندسي بعد وفاته، وذلك وفاء لأبيها الذي تركها فقيرة، وعرفانا بفضله عليه في التربية والمعروف. ماذا اقترح ناظر مدرسة طرع على علي مبارك عندما علم برغبته في زيارة أهله ولماذا؟ طبعا قال له أنت هتروح تمسح البحيرة مع سليمان باشا الفرنسي، وتقدر بعدها ان انت تطلع تزور اهلك. اقترح عليه ان يصبر حتى يكلم سليمان باشا الفرنسي لياخذه معه في مأمورية استكشافية للبحيرة والسواحل، فيتم مرغوبه بسرعة، لان من يسافر يقطع نصف ماهيته وهو محتاج لماهيته. على الرغم يا اولاد من ان علي مبارك كان رجل مفكر كبير جدا، وكان رجل له افضال كبيرة جدا على مصر، الا انه يعني ما كانش معاه فلوس كتير للأسف، كان ما بيعتمدش غير على مرتبه بس، وهو ده حال كل إنسان يا أولاد يعني في مصر بالذات، يعني حال كل إنسان يعني تكون مهنته العلم. أي إنسان مهنته العلم في مصر يعاني من سوء أوضاعه المادية، مش عارف إيه السبب، يعني ده سبب غريب برضو شوية، يعني عايزكم تفكروا فيه إيه السبب في كده. ما العمل الذي قام به علي مبارك في البحيرة؟ مسح البحيرة وحرر جرنا لها. الجرن يا أولاد بيبقى مكان كبير بتوضع فيه الأقماح والحاجات دي والحبوب، بس ده في الفلاحين بس، وبيبقى بيتربى فيه في آخره من فوق حمام بيبقى يعني بيعايش في هذا الجرن من فوق، الحمام بتاع المنطقة اللي فيها الجرن. يبقى مسح البحيرة، مسحها يا ولاد يعني قاسها، مسحها يعني قاسة، قاسة يعني قاسها، عمل لها قياس. يبقى مسح البحيرة وحرر جرنا لها ورسمها، رسمها يا ولاد يعني رسمها على الخريطة، لأن علي مبارك هو صاحب كتاب الخطط التوفيقية. الخطط التوفيقية دي يا ولاد اللي كانت في عهد توفيق الخديوي توفيق، علي مبارك هو رسم في كتاب وعمل كتاب اسمه الخطط التوفيقية، مسح مصر ورسمها شارع شارع وبيت بيت، جامع جامع، كنيسة كنيسة إلى آخره. سين 22، لماذا كانت الأم مدهوشة عندما سمعت صوت علي ورأته؟ طبعا لأنه ما زارهاش منذ 14 إيه سنة، لأنه فارقها منذ 14 عاما، لم تراه ولم تسمع صوته، وكان بقيافة العسكرية الفرنسية. القيافة يا أولاد يعني كان لابس الزي العسكري، كان لابس اللبس الزي العسكري الجميل ده، لابسا سيفا وكسوة تشريف، كان بكامل لبسه العسكري، كان طبعا منظره جميل جدا، وممكن نلاقي صورة لبسه دي في الكتاب، يعني لو دورت في الفصل الخامس هتلاقي منظره وهو بيخبط على باب بيت أمه، وهتشوف منظره كويس جدا وهو لابس القيافة العسكرية. كيف كان لقاء علي وأمه؟ طبعا ظلت تضحك وتبكي وتزغرد. كان لقاء حارا، فقد عانقته أمه ووقعت مغشيا عليها، وعندما أفاقت أخذت تبكي وتضحك وتزغرد. تجيبها ازاي دي بقى؟ انت مش ما احناش عارفين ازاي تبكي وتضحك وتزغرد في نفس الوقت. لماذا رأى علي امه في حيرة وهي تبكي؟ وماذا اعطاها؟ طبعا لانها مش قادرة تعمل له اكل كويس، كانت في حيرة فيما تفعله له من اكرام، وتريد عمل وليمة، ولكنها فارغة اليد، واعطاها عدة عملات ذهبية ففرحت واولمت، اولمت يعني عملت وليمة. أين كان والده عندما ذهب لزيارة أهله؟ طبعا والده كان راح له، سافر لمصر لزيارته. سين 26، أين سافر علي بعد رجوعه للمحروسة؟ المحروسة يعني القاهرة يا أولاد، بس القاهرة بتاعت زمان، اللي هي القاهرة اللي هي المناطق اللي هي الحسين، الغورية، باب النصر، باب الفتوح، باب الأماكن دي يا أولاد، عابدين، باب اللوق، العتبة، هي دي مصر القديمة يا أولاد، هي دي مصر اللي كانت إيه أيام علي مبارك. فبعد رجوعه للمحروسة، ولماذا وماذا حدث بعد ذلك؟
طبعا سافر للإسكندرية ليذهب إلى جاليس بيك ليقابل عنده سليمان باشا الفرنساوي، وهو جالس وبيده فنجان قهوة جاءه مكتوب من عباس حلمي باشا يطلبه حالا. طب يا ولاد جه موعدنا دلوقتي مع المناقشة، جايب لكم سؤال بسيط جدا زي ما احنا متعودين، هنقفل الفيديو شوية نجاوب على السؤال عشان اعرف ان كنتوا فهمتوا الفصل الخامس ولا لا، وبعد كده نرجع نكمل اجابتنا عن السؤال. بعد ما جاوبنا عن السؤال يا ولاد في ورقتنا وبقلمنا، يلا بقى نراجع مع بعض نقرأ القطعة الأول. ويشاء الله أن يكافئ هذا التلميذ النجيب على جده واجتهاده وأخلاقه الفاضلة وتطلعه إلى اليوم الذي يخدم فيه أمته فيهيئ له سياحة إلى أوروبا التي ذاع صيت حضارتها. مرادف ذاع طبعا يا أولاد يعني انتشر. طبعا أنا عارف إن المفردات ما عادش بتيجي في القصة، بس معلش هدينا برضو بنراجع عشان اللي يفهم المفردات هيفهم القصة. مضاد يكافئ طبعا يعاقب، جمع النجيب طبعا النجباء، لأن فعيل تجمع على فعلاء. لماذا تطلع علي مبارك للسفر إلى أوروبا؟ قلنا تطلع للسفر إلى أوروبا عشان يخدم أمته، ولأن أوروبا ذاع صيت حضارتها في هذا الوقت، فكان عايز يسافر لأوروبا عشان يخدم وطنه ويتزود بالعلم النافع الذي يخدم به وطنه. من الذي رشح علي مبارك للسفر؟ طبعا محمد علي باشا. ولماذا؟ لأنه كان طالع إيه؟ لأنه كان من نجباء مدرسة المهندس خانة، فكان عايز ياخد نجباء المهندس خانة يطلعهم مع أنجاله أولاده وأحفاده عشان البعثة تبقى فيها تنافس شريف، والأولاد الأذكياء بتوع مدرسة المهندس خانة وأوائل المهندس خانة يخلوا أولاده يتحمسوا للعلم فيطلع منهم إيه؟ الناس الكويسين. بكده يا أولاد نكون خلصنا الفصل الخامس. أرجو من الله العلي القدير أن يسدد خطاكم وأن يوفقكم لما فيه الخير، وحتى أراكم مرة أخرى لكم مني كل الأمنيات الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.